يعني ايه SEO؟ مهم جدا انك تفهم ان في طريقة شغلنا كريال استيت لازم تكون فاهم الـ SEO بشكل كبير، وتكون عارف يعني ايه SEO وازاي ان انت تخلي الويب سايت بتاعك في الرانك الاولاني او في النتيجة الاولانية بتاعة الويب سايت. يعني مثلا لما نيجي هنا كده ونروح كاتبين مشاريع العاصمة الإدارية، تمام، ايه المفروض ان انت دلوقتي عندك دي صفحة اسمها صفحة السيرب، تمام، او زي ما بيتقال عليها عادي جدا صفحة جوجل. طيب صفحة جوجل دي المفروض شغلي انا كاس اي او يعتمد على ان انا المفروض اكون فاهم الجزء بتاع الادز هنا ده بيعمل ايه، وبقية النتائج هنا بتعمل ايه، وكمان ازاي اظهر فيها. مش بقول لك هنا ازاي تكون متخصص اي سي او، بس على الاقل تكون فاهم الاي سي او جوه الشركات بيكون شغال ازاي في المجال العقاري. في المجال العقاري عندك بشكل عام جوه الاي سي او المفروض ان احنا بنعتمد دايما دايما على انواع مهمه جدا جدا في الاعلانات غير الاي سي او. في الاي سي او ليه معايير مختلفه، خلينا كده اقول لك ان عندك الصفحه دي عندك ده اعلان وده اعلان وده اعلان وده اعلان. طب دي كلها اعلانات مالناش دعوه بيها، المفروض دلوقتي بكلمك عن النتائج من اول هنا. ليه دلوقتي المشروع ده او البيج دي او الويب سايت ده ظاهر هنا مع انه مش عامل اعلان؟ ظاهر هنا لانه اشتغل على تهيئه محركات البحث. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو ظبط الموقع بتاعه بناء على ايه، على تهيئه محركات البحث، او على زي ما جوجل بتقول له المفروض تعمل ايه بالظبط علشان الويب سايت يكون بتاعك مظبوط. هنا اشتغل على معايير مهمه جدا وادوات مهمه جدا عشان يبني الويب سايت بتاعه. طب انا دلوقتي المفروض عندي ويب سايت ومحتاج افهم الويب سايت ده شغال كويس، الاي سي او بتاعه كويس، المشاريع اللي فيه اوريدي مظبوطه مع الكيوردز، التفاصيل بتاعه الويب سايت نفسه، تمام. لازم أن تكون فاهم ان انت لازم لما تيجي تشتغل على ويب سايت كاي سي او اول حاجه لازم أن تعملها ان انت تاناليسز الويب سايت ده، تعمل اناليسز للويب سايت، تفلتر الويب سايت وتطلع الأجزاء الكويسة فيه والأجزاء المش كويسة، النقط المهمة والنقط اللي مش مهمة، المشاكل اللي فيه والمشاكل اللي مش فيه، تمام. عشان تشتغل على ده عندك في تولز كتير ممكن تشتغل بيها وأدوات كتير من ضمنها ال WO rank، تمام، أو WO rank اللي هو WO O R A N N K WO O R N K، تمام. هكتب لك برضو اسمه علشان انت تكون فاهمه وعارفه، لكن المفروض تكون انت عارف الـ SEO بنتكلم في ايه. انا برضو هكتب لك هنا الجزء اللي انت تشتغل عليه اسمه O W W تمام. ده المفروض اسم الويب سايت اللي هتشتغل منه او اسم الاكستنشن اللي انت هتشتغل عليه. طب ده هنا عملنا ايه؟ احنا جبنا ويب سايت عادي جدا جدا وبدانا نعمل له اناليسز ونشوف ايه المشاكل اللي فيه والاخطاء والحاجات اللي المفروض نشتغل عليها في الويب سايت. طيب تعالى كده نشوف المفروض هنا جايب لنا ايه، ونعرف الاكسبريشنز والمصطلحات، وفي نفس الوقت نعرف المشاكل والعيوب في الويب سايت وازاي نقدر نصلحها. ميزه الاكستنشن ده او الويب سايت ده ان هو بيبين لك كل نقطه والمفروض الصح بتاعها ايه، ولو عندك حاجه غلط تعدلها ازاي. هنا بيقول لك والله الجميل في الويب سايت ده واللي مخليه ظاهر بشكل كبير انه ظابط التايتل تاج بتاعه. ظابط التايتل تاج بتاعه يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو دلوقتي حاطط العنوان بشكل مظبوط، العاصمه الاداريه الجديده، تمام، وعنده المفروض التايتل مظبوط 42 كاركترز، 42 كاركترز و294 بكسل. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني المفروض ان انا لما اكتب تايتل الكاركترز بتاعته تكون في حدود ما تزيدش عن 65
ايه كاركتر، ما تزيدش عن 65 كاركترز. طيب الجزء الثاني ان انت البيكسلز اللي هو المساحه، المساحه بتاعت اللي من اول الكتابه هنا لحد هنا دي كام بيكسل، واخده سايز قد ايه. ما ينفعش ان انا يكون واخد بيكسل لحد اخر الصفحه هنا وابتدي اشوف المشكله فين، او ابتدي ادور على ان التايتل ليه مش مظبوط لان انت واخد بيكسل كبير. طيب تعالى كده هنا، المفروض ان انت عندك بقى مشاكل وبيبتدي يوري لك المشكله وحلها. انت عندك الميتا ديسكريبشن فيها مشكله، الميتا ديسكريبشن فيها مشكله. طب الميتا ديسكريبشن هنا فيها حروف مش مظبوطه، فيها السايز بتاعها كبيكسل مش مظبوط، محتاج تظبطه بشكل كبير. تمام، فيها مشاكل انت محتاج ايه تظبطها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عندك هنا في الكلام اللي محطوط هنا كتير جدا، ومدي سبيس هنا ومدي مساحات ان في بقيه كلام مش باين، فانت كاتب ديسكريبشن كبير جدا جدا محتاج يتظبط. تمام، طيب دي الخطوات الاولانيه اللي بنعملها، لازم اناليسيز الويب سايت. بعد كده الهيد لاين بتاعك مظبوط كويس جدا، والكونتنت اناليسيز كاتب كونتنت في الكي ووردز المهمه، وعندك بعد كده في صور محطوطه على الويب سايت 36 صوره مش مكتوبين اللينك بتاعهم او الاسم بتاعهم بشكل مظبوط. لما تيجي تحمل اي صوره على الويب سايت او تعمل ابلود لاي صوره على الويب سايت لازم تكون فاهم كويس جدا جدا الصوره دي مكتوب عليها اسم ولا لا، لازم تكون طبعا مكتوب عليها اسم ومتسميه بشكل كبير. بعد كده عندك الجزء بتاع الام بيج، الجزء بتاع الام بيج. تمام، الام بيج هنا في تفاصيل كتير جدا جدا لازم تكون عارفها، لازم يكون عندك لينكات تمام مظبوطه جوه الويب سايت او بره الويب سايت، وعندك تفاصيل مهمه جدا جدا لازم تخلي بالك منها في جميع احوالك كلينكات. اي لينك جوه الويب سايت، اي لينك جوه الويب سايت او جوه اللينك لازم تخلي بالك منه. تمام، طيب عندك هنا لانجويج في مشكله، عندك في مشكله او اخطاء في اللانجويج. عندك هنا في الاندكس، يعني ايه اندكس؟ يعني المفروض الويب سايت اليو ار ال بتاعه فيه مشكله. انت دلوقتي المفروض في الاندكس بتقول يا جوجل انا عندي صفحه عايز اخليها تبان في السيرش. حلو، طيب الصفحه دي هتبان ازاي؟ او المفروض ايه اللي هيحصل فيها؟ لازم بياخد جوجل اللينك، وبعد ما ياخد اللينك يقول لك والله اه تمام الصفحه دي اتارشفت ودخلت عندي بشكل مظبوط. بعد كده عندك الجزء بتاع الريبورت تكست. تمام، انت التكست عندك فيه مشاكل كريبورت تكست، الاكس ام ال سايت ماب انت مش مظبط في حاجه اسمها الاكس ام ال سايت ماب او الخريطه بتاعت الموقع، لازم تكون مظبوطه بشكل كبير جدا جدا وتكون واضحه عليك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المفروض الويب سايت بتاعك يكون عدد صفحاته معروفه بالنسبه لجوجل، كل صفحه بتودي على فين بشكل سريع، وتعرف التفاصيل دي. بعد كده عندك الكونسول تاج او التاجات بتاعت الويب سايت الارشاديه اللي بتودي الويب سايت للزوار مظبوطه. عندك بعد كده البروكنج لينك، عندك لينكات مش مظبوطه ما بتفتحش على اي حاجه. عندك بعد كده في لينكات مش مفهوم، هو مش عارف يوصل لها، الويب سايت مش فريندلي مع الموبايل، مش بيتأقلم مع الموبايل بسهولة. عندك بعد كده في تفاصيل تانية فيها ايرور. عايزك تعمل ايه بقى؟ عايزك تجيب الويب سايت بتاع الشركة بتاعتك وتعمل لها الاناليسز بتاعها ده، وتشوف الاناليسز دي ايه مشكلتها، او عندك ايه المشاكل جوه الويب سايت ومحتاجه تتحل. هتلاقي ايه المشاكل، هتلاقي النسبه، ونبتدي نتابع مع بعض كامبلمنتيشن ايه النقط اللي محتاج تعدلها جوه الويب سايت، والحاجات اللي محتاجه تتظبط، الحاجات اللي فيها مشاكل، وتفهم كاي سي او اناليسز المفروض بتفهم الويب سايت ازاي. تمام، هشوفك المره الجايه تكون عملت اناليسز للويب سايت، فهمت كل نقطه،
كل حاجة مكتوبة قصادها بتعمل ايه وبتاعت ايه والمشكلة فيها ايه وازاي تعدل ده. بنعتمد دايما في الدبلومات او الكورسز ان انت تشتغل بايدك، تستكشف المعلومة وتعرف المشاكل وانت بقى في حلها.